أينما كنتم مشاهدين الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في ملخص لقاء الجولة 25 من الدوري المغربي المحترفين بين فريق الرجاء الرياضي والمغرب الفاسي، هذا الأخير الذي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية للاقتراب أكثر من فروق المقدمة، بينما لا خيار أمام النصور سوى تحقيق 3 نقاط إنهم أرادوا الاقتراب أكثر من البوديوم وحمل درع البطولة. كالعادة طاقم القناة حضروا المواجهة وأعدوا لنا الروبورتاج التالي.
إذن مشاهدينا، اللقاء ينتهي بهدفين لهدف واحد. النسور استطاعوا أن يتغلبوا ويقتربون أكثر من البوديوم وحمل درع البطولة. نتمنى هرجوي بإذن الله لإدخال الفرحة للمناصرين. هذه تحيات بعثة القناة، إلى اللقاء.